دكتور حسن، التراث العربي الكبير وكيف يمكن أن نحتوي هذا التراث ونستفيد منه؟ تأدي أهمية هذا التراث والهجمة على اللغة العربية هجمة قديمة، والسبب في ذلك هو أن كتاب الله سبحانه وتعالى نزل بهذه اللغة. أيضا الهجمة على التراث قديمة وستظل، هي قديمة وقائمة وستظل في المستقبل ما بقيت الدنيا. لماذا؟ يعني ما هو الهدف من وراء هذه الهجمة؟ الهدف أكبر من التراث العربي، الهدف أكبر من مجرد أن يقول إن هناك شك، هناك شكا في نسبة هذا الكتاب لصاحبه، أو إن هذا الكتاب ليس لفلان، ليس هذا هو المراد، أو إن قضية العرب لا قيمة لها في النحو العربي، لا، ليس هذا هو المراد من 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 الهجوم على اللغة العربية على التراث العربي. الهدف أكبر من ذلك. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصلوا إلى شيء يهدم به الدين وتهدم به اللغة. كيف ذلك؟ التراث من الذي نقله إلينا؟ الأجداد. الأجداد. من الذي نقل إلينا علوم اللغة؟ من الذي نقل إلينا علوم الفقه؟ من الذي نقل إلينا التفاسير والحديث؟ كل هذا التراث من الذي نقله؟ رجال. فإذا ما شكك في هؤلاء الرجال وخرجنا أو خرجوا بقاعدة أن هؤلاء غير صادقين وأنهم كاذبون فيما قالوه لنا وما نقلوه إلينا، سيصلون إلى مرحلة أخرى إلى أن هذا القرآن أيضا فيه كذب، لأنه من الذي نقله؟ هم أيضا، هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة. فإذا ما شككنا في أمر التراث وقلنا إن هؤلاء الناس يكذبون مثلا علينا أو يدلسون علينا، أو إن هذا الكلام ليس لفلان الذي نسبوه إليه، سيصلون إلى هذه المرحلة وأن هذا الكتاب في النهاية ليس من عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا كتاب الله وسنة. هو الهدف هو الإسلام، والهدف هو كتاب الله. نعم، الهدف أكبر من ذلك، الهدف هو العقيدة. العقيدة. ولذلك نحن لأن اللغة و التراث مرتبطان ارتباطا وثيقا لا ينفك ابدا بالعقيده. تمام. فكل علوم اللغه انما وضعت لخدمه كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى نحن من العلماء من يقول اننا حضاره نص، الحضاره العربيه حضاره نص، لان العلوم كلها التي ندرسها الان ونفتخر بها ونفاخر بها انما هي وضعت في الاصل لخدمه نص، وهو نص الله، نص القران الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى. هل كما يقول البعض لابد ان نبني من حيث انتهى الاخرين، ولا لابد ان نتحقق في الاساس الفعلي لما نبني عليه؟ يعني لابد قبل ما نبني نتحقق مما هو اساس ثم نبني فوق هذا الاساس. يعني اذا اهميه التراث العربي من وجهه نظرك تكمن في اشياء كثيره، ماذا عنها؟ هو المقولتان صحيحتان، أن نبدأ من عند ما انتهى الآخرون وأن نبني على التراث، لأنه من لا أصل له فلا حياة له اليوم ولن تكون له حياة غدا. هذا التراث لابد أن نعيد إحياءه مرة أخرى. هناك مقولة تقول إن كلام السلف يعمر القلوب، هذه حقيقة. يعني فعلا أنت الآن إذا وضعت أمامك كتابا من كتب التراث وأخذت تطلع عليه وعلى ما فيه، ووضعت أمامك عشرات الكتب من المعاصرين، ستخرج في النهاية بصفحة أفضل من عشرات الكتب، بصفحة من كتب التراث أفضل من عشرات الكتب التي نقرأها الآن. لماذا؟ لسبب واضح. هؤلاء أناس كانوا يمتلكون أدواتهم في اللغة، يمتلكون زمام اللغة، وأنت عندما تمتلك الأداة تستطيع أن توصل المعلومة بدقة، لكن إذا فقدت الأداة مهما فعلت ستخطئ في إيصال المعلومة. تملكك من الأداة يجعلك توصل ما تريد بسهولة، ما أصعب الأشياء توصلها بسهولة. يعني تخيل مثلا العصر الحديث الذي رأيناه بعيوننا، الشيخ الشعراوي رحمة الله كان يبسط كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أدنى درجة، فيتعامل مع العالم الذي هو في القمة من العلم ويصل في كلامه إلى أدنى الناس مستوى في الثقافة. لماذا؟ لأنه امتلك الأداة، امتلك الأداة التي بها يوصل ما يريد. هؤلاء كانوا كذلك. علماء السلف كانوا عندهم من الدقة والإتقان والإلمام باللغة وبالعلوم ما يجعلهم
يكتبون في صفحة واحدة ما قد يعجز اليوم الإنسان عن كتابته في مجلد ضخم، فتخرج من كلامهم بعبارة واحدة تفتح لك أبوابا، وتخرج من كلامهم بمفهوم معين يفتح لك آفاقا كبيرة، ويضع لك منهجا، يرسم لك منهجا في الحياة، وهكذا. إذن التراث مهم جدا للغاية، ولا بد أن نفهم هذا الأمر، وأن نعلم أننا إن لم نعد لتراثنا وإن لم نحافظ عليه، وهذا ما يريده أعداؤنا، فسوف نسهم إسهاما كبيرا في إضعاف أنفسنا وإضعاف أمتنا، لأن أمتنا على ما قامت؟ قامت على هذا التراث، بلغت الذروة وبلغت القمة، وحكمت معظم أجزاء العالم في حقبة وجيزة من الزمن، حتى أن هذا الأمر يحير المؤرخين. الحضارة الإسلامية حكمت ثلاثة أرباع العالم في أقل من 90 عاما من ظهور الإسلام. يعني في العصر الأموي كان المسلمون تقريبا يحكمون ثلاثة أرباع العالم، ولم يمضي على الإسلام أكثر من 90 عاما. ما الذي حدث؟ هذه ظاهرة لم تتكرر ولن تتكرر. يعني الإمبراطورية الرومانية على عظمتها والإمبراطورية الفارسية على عظمتها لم يتبلغ واحدة منهما في آلاف السنوات ما بلغته الحضارات العربية الإسلامية في 90 عاما أو أقل من 100 عام. وهذا يعني وهذا لنا، ويعني هو يؤكد عظمة العرب وعظمة التراث العربي وقدرة ونبوغ العربي الأصيل. نعم، التراث تأتي أهمية التراث أيضا من أنه حافظ لذاكرة الأمة. يعني نحن تخيل الآن مثلا لو لم يكن عندنا هذه الذخائر، كيف كنا سنعرف كيف كان يفكر العرب في هذه الأزمنة المتقدمة؟ كيف كانت حياتهم؟ هل تقدموا؟ هل تأخروا؟ هل كانت لهم قيمة؟ هل سادوا أم سادهم غيرهم؟ إلى آخره. إذن البحث في التراث هو بحث في ذاكرة الأمة، هو بحث في عقل الأمة. نحن لا نقدس التراث، لا نقدسه، ليس عندنا شيء في الحضارة الإسلامية مقدس أبدا. نحن عندنا الكمال لله والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك ينتهي بالمقولة الشهيرة: كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. لعل هذه المقولة للإمام الشافعي، كان يشير إلى ذلك ويقول أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل يؤخذ من كلامه ورد عليه، لأنه قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، إلا صاحب هذا القبر، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى. إذن هذا التراث حافظ وخزانة أسرار هذه الأمة. يعني تخيل مثلا الحضارة الفرعونية، لم يكن يعرف عنها شيء إلى حقبة وجيزة عندما اكتشف حجر رشيد وفكت رموزه وطلاسمه، ثم أخذوا ترجمون عن هذه الحضارة. أيضا كل حضارة هكذا، وكذلك الحضارة الإسلامية والعربية، لا نستطيع أن نفهم ما بلغته من ذروة ومن قمة وما قدمته لهذا العالم إلا إذا وقفنا على حقيقة تراثها هذا. ومن سيأتي بعدنا لن يستطيع أن يفهم ما فعلناه نحن إلا إذا عندما يقف على تراثنا. من أهمية نشر التراث أنك بهذا النشر تصل حاضر الأمة بماضيها، تصل حاضر الأمة بماضيها، لأنك تطلع المعاصرين على ما تركه السابقون. كذلك لا يكون حبيسا في المكتبات أو على الأرف، لابد أن ينطلق أيضا ليعلم الناس. وهم عندما ألفوا هذا الكلام لم يكن غرضهم ذلك، بل كان غرضهم أن ينشروه وأن يتعلم الناس منه. ولذلك كان الواحد منه هؤلاء أناس أنفقوا حياتهم وأنفقوا نور عيونهم في هذه القضية. هم عاشوا في زمن لم يكن فيه ما عندنا نحن الآن من وسائل التقدم والراحة. لا، هذا الواحد منهم كان يكتب بيده وفي الظلمات الحالكة، ويريد أن يكتب بيده مجلدات ضخمة وينشر منها عدة نسخ. يعني تخيل معي الآن مثلا هناك مؤلفون لهم أكثر من 800 مؤلف، مؤلفات ضخمة لا أول لها ولا أول ولا آخر، تتكون من عشرات الأجزاء. لو أراد الواحد منا الآن نحن في زمننا هذا أن يكتبها على الكمبيوتر هذه المؤلفات الضخمة لمؤلف واحد لقضى من عمر شطرا كبيرا. فما بالك بأناس أتوا بهذا التراث الضخم ويعني أنتجوه، وهو ثمرة عقولهم في هذا الزمن المتقدم جدا، والذي لم تكن عندهم أي وسيلة من وسائل الراحة، حتى أن أحدهم كان مثلا يسافر الشهور لكي يأخذ حديثا من عند رجل علم أنه عنده حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتروي كتب الحديث وكتب التراث أن رجلا سمع أن هناك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم عند رجل معين، عند عالم معين، وقطع له
مسافات طويلة، وقضى من من من, من وقته مسافة طويلة، وقضى أياما وصحراء، صحراء لا يعلمها إلا الله، يعني قد يخرج عليه أسد يفترسه، قد يخرج عليه اللصوص ليقتلوه ويأخذوا ما معه، ومع ذلك تحمل المشقة. عندما ذهب إلى هذا العالم وجده معه دابة قد شردت منه وهربت منه، هو يريد أن يرجعها هذا العالم. ماذا فعل؟ أمسك بثوبه وبحجره ورفعه يخدع الدابة أن فيه طعاما حتى تأتي إليه. فلما رأى ذلك الرجل منه هذا الموقف تركه ومضى ولم يكلمه. كي لماذا بعد أن قطعت هذه المسافة الطويلة؟ قال إنه خدع الدابة فسوف يخدعه. يعني تخيل الارتقاء في الرقي في التفكير إلى هذه الدرجة. إذا كان قد خدع الدابة فهو سيخدع، من أين أضمن أنا أنه لا يخدعني ولا يكذب علي؟ سبحان الله العظيم. وهكذا هذه القضية، قضية الصدق والإخلاص، قضية عندنا في التراث وفي غير التراث.